السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كنا اتكلمنا عن الإكزاميتس درماتيتس إن هي إنداجينس وإكساجينس، وكنا اتكلمنا في الإنداجينس عن الأتوبيك درماتيتس والسيبريك درماتيتس والديسكايد والهاند إكزما والأوتو سنسيتايزيشن في المحاضرة السابقة، واتكلمنا كمان عن أسباب من الإكساجينس درماتيتس زي الكونتاكت درماتيتس والإنفكتيف درماتيتس والأسيوتاتيك درماتيتس واللايكن سامبلكس كرونيكس والنودلر بروريجو. النهاردة بإذن الله هنستكمل بقية أسباب الإكساجينس درماتيتس. في نهاية المحاضرة بإذن الله هنعمل ملخص لأسباب الإسبونجاتيك درماتيتس وإزاي نفرق ما بينهم. هنبدأ بالستيزيس درماتيتس. هناخد هنت بسيط كده عن الكلينيكال. طبعا الستيزيس درماتيتس بتأفكت الميديال اسبكت او the lower leg or the ankle، وبتحصل نتيجة complications of impaired venous return of the lower limbs. غالبا بتبقى associated مع varicose veins. بتبقى presented بإيتشي scaly, swollen, hyperpigmented areas، وممكن بتبقى موجودة حوالين chronic stasis ulcers، وممكن يحصل squamous cell carcinoma أو basal cell carcinoma on top at the edge of these ulcers. طيب الباثولوجي بتاعها طبعا ما ننساش إن هي spongiotic dermatitis، بس هنزود عليها شوية حاجات معينة. أول حاجة هنزودها اللي بيبقى فيه erythrocyte extravasation RBC extravasation وmarked hemosiderin deposition، وده اللي بيسبب اللون. يعني ليه بيبقى اللون بتاع الستيز درماتيتس بيبقى hyperpigmented ولونه بيبقى erythematous وbrownish؟ لأنه بيبقى فيه لون نتيجة RBCs extravasation ولون نتيجة الهيموسيدرين deposition. طيب ده أصلا نتيجة إيه؟ ده نتيجة إن في المكان ده بيحصل lobular proliferation of new blood vessel formation، يعني بيحصل new blood vessel formation وبيتكونوا جوه lobules، يعني بيتجمعوا جوه lobules بالمنظر ده. ولما بيتجمعوا جوه lobules بعد كده الwalls بتاعت blood vessels دي بيحصل منها الاكسترافازيشن بتاعت الار بي سيز، وبعد كده الار بي سيز دي لما بتتكسر بيحصل فيها الهيموسيدرين ديبوزيشن. بيحصل كمان فايبروزس، والفايبروزس من الحاجات المهمة، وبيبقى فيه inflammatory cells chronic inflammatory cells، ومن السيلز المهمة اللي احنا نعرفها البلازما سيلز، وهنقول ليه البلازما سيلز من السيلز المهمة اللي احنا نعرفها. ادي صورة تانية، دي شكل البلاد فيسلز وهي new blood vessels formations وفيها endothelial proliferations، والالوان السودة دي الهيموسيدرين ديبوزيشن. وعلشان نثبت ان ده هيموسيدرين بنصبغ صبغة اسمها Prussian Blue. فالPrussian Blue بتبقى لما بيبقى فيه هيموسيدرين بتدي positivity. امال ايه بقى السودو كابوسي او الاكرو انجيو درماتيتس؟ لما الموضوع بيزيد من الستيز درماتيتس ممكن يبتدي يتكون بيربليك ماكيولز ونيديولز او فيروكوس بلاكس على اللور ليمز في نفس الاماكن اللي هي الميديال اسبيكت اوف ذا لور ليمز اراوند ذا انكل والدورسال اسبيكتس اوف فيت اند توز، وبرضه نفس القصه نتيجه لونج ستاندينج فينس انسفيشنسي اند فاريكوز فينس. ومن اسمها هي سودو كابوسي، فهي مهمة جدا إنها نعرفها لأنها بتدخل في الديفرنشال دياجنوزز اوف كابوسي ساركوما.
سواء كلينيكال ممكن ان انا اتلخبط عشان اللون الفيوليشيز بتاعها والباثولوجي كمان بتاعها بيلخبط. الباثولوجي بتاعها هو قريب من الستيزيس درماتيتس، وبنلاقي فيه نفس الكلام لوبولر كابيلاري بروليفريشن و انتر فينينج فايبروزس و ار بي سيز و هيموسيدرين ديبوزيشن وكرونيك انفلاماتوري سيل انفلتريشن وفيها بلازما سيلز. طب ازاي افرق ان دي مش كابوسي؟ الكابوسي بيبقى فيه سبيندل سيل بروليفريشن، دي ما فيهاش سبيندل سيل. الكابوسي بيبقى فيه irregular lymphatic like vascular channels distracting throughout the collagen، لكن دي مش بيبقى فيها irregular lymphatic like. lymphatic like يعني بتبقى thin walled وبتبقى إلى حد ما large شوية، ف وبتعمل distraction through the collagen، ده مش بيبقى موجود في حالات السودو كابوسي. الحاجة التانية في الكابوسي بيبقى فيه حاجة اسمها promontory sign. Promontory sign ده اللي هو بيبقى التومور vessels بيبقى surrounding النورمال vessels اللي هي already vessels الموجودة أصلا، يعني النيو blood vessels اللي بتطلع من نتيجة التومورز بتطلع surrounding النورمال vessels الموجودة أو surrounding الأدينكسيا الموجودة، دي بنسميها promontory sign، دي مش بتبقى موجودة في السودو كابوسي. الحاجة التانية في السودو كابوسي بيبقى فيه بيريسايتس. بيريسايتس دي طبقة سموث ماسل بتبقى حوالين البلاد فيسلز، فدي ممكن لو أنا صبغت السموث ماسل أكتين هلاقيها. الحاجة التانية اللوبيولاريتي بتاعة الليجنز اللي هي يعني ايه اللوبيولاريتي؟ يعني اللي هي عاملة زي حزم كده، يعني هنلاقي إن البلاد فيسلز متجمعة في شكل حزم، فالحزم دي اللي مجمعاها اللي أنا هقدر أثبت إن هي متجمعة عن طريق اللي أنا ممكن أعمل صبغة الريتيكولين ستين، والريتيكولين ستين هتبين جدا اللوبيولاريتي بتاعتها، وهنلاقي إن الفايبرين محوط كل لوبيولز. زي ما قلنا من الحاجة ليه اللي أنا كنت عملت ستريس على موضوع البلازما سيلز، لأن فعلا وجود البلازما سيلز إحنا عارفين إن هو بيبقى أصلا موجود في الكابوسي ساركوما، فطبعا لما كمان يبقى موجود في السودو كابوسي ساعات بيلخبطنا، فوجود بلازما سيلز مش من الحاجات الديفرنشيتنج بوينت. البلازما سيلز كان بي بريزنت إن كابوسي أند كان بي بريزنت إن سودو كابوسي. الكابوسي ساركوما طبعا بيبقى بوزيتيف لـ CD34 و الـ HHV human herpes virus 8 ال HHV8، فدي من الحاجات المهمة. طيب تاني حاجة من ال exogenous eczema هي البتريازيس ألبا، والبتريازيس ألبا من الحاجات اللي بنقول it's a clinical diagnosis، ومش من الحاجات اللي بتتشخص بالباثولوجي، لكن ممكن الباثولوجي يساعدنا ان احنا نعمل exclusion of other differential diagnosis. ليه؟ لأن هي الباثولوجي بتاعها very subtle very non-specific. منلاقي إن في early stages ممكن يكون في شوية follicular dilatation على infundibular sponges و parafollicular parakeratosis sebaceous gland atrophy. في late stage مفيش حاجة specific، شوية spongetic dermatitis، ممكن ألاقي فيه variable hyperpigmentation of basal keratinocytes وreduce or normal numbers of melanocytes and pigmentary incontinence. كل الكلام ده non-specific. ليه non-specific؟ لأن لو بصينا في كل stage منهم اللي أنا مجرد ألاقي شوية infundibulous sponges يعني and what so ممكن ألاقيه في كذا حاجة. الحاجة التانية في later stage وجود إن reduced number of melanocytes ممكن يلخبطني مع الفيتيلايجو، لكن يمكن لو لقيت normal number of melanocytes هو هنا اللي يحكم الأمر ويقول لي إن دي مش فيتيلايجو. Variable hypo and hyperpigmentation of basal keratinocytes يعني ما فيش حاجة specific. So لو إحنا فكرنا البتريز ألبر ومحدش عايز يحفظ الباثولوجي بتاعها، مش مهم ما تحفظوش الباثولوجي بتاعها، it's non-specific.
It's not specific pathology. It's spongiotic dermatitis, non-specific pathology, diagnosis mainly by clinical. ادي صورة للباثولوجي بتاعها. Spongiotic dermatitis, non-specific, slight hyperkeratosis. هنلاقي very mild spongiosis. الميلانوسايتس هي جماعة الميلانوسايتس اللي احنا عارفين تبقى clear cell, rounded cell, تبقى ليها rounded nucleus, موجودة عند البيزال سيل لاير طبعا. موجودة تقريبا في normal distribution. تمام؟ وفي شوية ايه؟ شوية dermal inflammation. It's very يعني non-specific reaction. So يعني مش ما فيهاش تعتبر reaction اللي هو مهم ان احنا نحفظه او نعرف. لكن هي حاجة من الحاجات اللي بتوصلنا تبع الاسبونجوتيك dermatitis. طيب الحاجة اللي بعد كده هي الاكتينيك برورايكو. الاكتينيك برورايكو بتحصل في الchildren, في الامريكانز اكتر. بتبقى characterized بوجود pruritus وerysematous papular eruption ونودولز وplaques like nifications طبعا في sun exposed areas سواء في الفيس في النك في الابر chest في arms hands. وكمان بيبقى معها كيلايتس ومعها conjunctivitis. الباثولوجي بتاعها بيبقى non specific ولكن ساعات بيبقى فيه حاجات كده زائد الاسبونجوتيك درماتيتس بتميزه شويه. اللي زائد الاسبونجوتيك درماتيتس بيبقى معاه انترفيس درماتيتس وبيبقى معاه بيجمنتري انكونتيننس وساعات بيبقى معاه ليمفويد فوليكلز. ليمفويد فوليكلز دي طبعا هنتكلم عليها بالتفصيل واحنا بنتكلم على السودو ليمفومز واحنا بنتكلم كمان على البي سيل ليمفومز اللي هي بتبقى كولكشنز اوف ليمفوسايتس وليها rounded أو oval arrangements تبقى موجودة في الدرمس تبقى reactive تبقى reactive lymphoid follicles. فزي ما احنا شايفين ده زي lichenoid reaction هنا و interface dermatitis pigmentary incontinence و secondary lymphoid follicles غير ان ممكن هنا يكون في شوية spongiosis. فالactinic prurigo بيبقى كأن فيها غير spongiotic reaction بيبقى فيها كمان lichenoid reaction. في حاجة اسمها papular erythroderma of Uffuji. Papular erythroderma of Uffuji دي بتحصل في elderly males, في Asians, بتبتدي red brown papules. ممكن بيحصل لهم coalescence لغاية ما يحصل erythroderma و بتأفكت الترنك والليمس بس بتسبير السكين فولز يعني عفوا بتسيب السكين فولز. السكين فولز مش بتأثر عليهم ودي بنسميها داك تشير ساين. داك تشير ساين اللي هي بتأثر الريسودرما بتأفكت الترنك بات سبير ذا سكين فولز. تبقى associated مع blood eosinophilia وهاي IgE. ممكن بتكون نتيجة underlying malignancy, infection or drug induced تبقى associated مع حالات cutaneous lymphoma. الحقيقة الباثولوجي بتاعها non specific بيبقى زي ما بيبقى فيه blood eosinophilia بيبقى فيه tissue eosinophilia. فهي من الحاجات اللي بتبقى non specific spongiotic dermatitis. احنا في اخر المحاضره هنجمع الحاجات النون سبيسيفيك سبونجوتيك درماتايتس خلاص نبقى عارفين ان هي دي دايجنوزس كلينيكلي مينلي ونبقى فاهمين بس ان هي كان بريزنت باي سبونجوتيك درماتايتس. والحاجات اللي هي ليها يعني شويه كرايتيريا باثولوجي بتميزها هي اللي هنجمعها عشان نعرف ازاي نفرقهم عن بعض. طيب في بعض الأمراض بتعمل إيزينوفيليك سبونجوزز عايزين نتعرف عليهم. مش كل الحاجات هنقولها المرة دي لأن في حاجات في شابترز تانية. الأتوبيك درماتيتس طبعا وكلمنا عليها هي وكونتاك درماتيتس في المحاضرة اللي فاتت. وعندنا المجموعة بتاعت الفيزيكلي بولس سواء البولس بينفوجايد والبينفوجايد جستشيونس واللينير اي جي اي اي جي اي اي جي اي ديزيز سوري والبانفيجس والإنكونتيننشيا بيجمنتاي وجلوفر ديزيز. الحاجات دي بتبتدي
بإيزونوفيليك سبونجوزز. يليها البوليمورفوس إرابشن أوف بريجنسي والإنسكت بايت رياكشنز والدراج رياكشنز. فالحاجات دي في أماكنها إن شاء الله هندرسها، بس دي تجميع للحاجات اللي بتعمل إيزونوفيليك سبونجوز. طيب بالنسبة للإريستروديرم، أنا قلت يعني المعلومة دي قبل كده مليش هكررها تاني، إن الإريستروديرم باختلاف أسبابها سواء الدرماتيتس سواء الليمفوما سواء دراجز سواء سورايسس سواء بي ار بي اكس سايزي فورم إريستروديرما بابي إريستروديرما أو فوفوجي سكيبس لايكن بلانس whatever the cause of إريستروديرما، الإريستروديرما لما بتحصل on top of this disease ما بتبقاش شبه الديزيز الأصلي، بيبقى فيها شوية سبونجوتيك فيتشرز، والفيتشرز بتاعت الديزيز الأصلي بتقل شوية وبتختفي شوية، وبيبقى تشخيص الديزيز الأصلي بتاعها بيبقى تشالنج. تمام، فنخلي بالنا. وقلنا الكلام ده واحنا بنتكلم على السورايسس، ممكن تراجعوا محاضرات السورايسس، قلنا الكلام ده واحنا بنتكلم على الام اف، واحنا بنتكلم على السيزري سندروم، ان التشخيص ما بيبقاش ستريت فورورد، وساعات بنبقى عايزين نعمل تي سي ار جين ري ارانجمنت مثلا في حالات الام اف، وتبقى شكل السلايد سبونجوتيك درماتايتس عادي. عشان كده الاريستروديرما ساعات بتتحط تحت الايتم اوف سبونجوتيك درماتايتس مهما كان السبب بتاعها ايه. من ضمن الأسباب اللي بتعمل سبونجوتيك درماتيتس حاجة اسمها سولزبرج جاربي سيندروم أو اكسوديتيف ديسكويد اند لايكينويد كرونيك درماتيتس، أو مرض أو اختصار المرض بنسميه أيد أي ديزيز. أيد أي ديزيز، أيد أي يعني جاي من كلمة ديسكويد اند لايكينويد، أيد أي ديزيز. المرض ده عبارة عن إيه؟ ده كرونيك وايد سبريد بروريتيك إيرابشن، ممكن يعمل involvement لأي مكان بما فيهم البينس. بيحصل transformation من eczematous lesions، من اسمه eczematous oozing lesions لlichenoid lesions، فبقى البيشنت عنده شوية exudative discoid lesions وعنده شوية lichenoid lesions، وبيبقى disease chronic. ده من اسم من العنوان ومن اسم disease. الموضوع بمنتهى البساطة، لو البيوبسي واخداها من الاكسيديتيف ديسكويد ليجنز بتبقى سبونجوتيك درماتايتس الباثولوجي بتاعها، لو البيوبسي متاخده من اللايكينويد ليجنز بيبقى البيوبسي بتاعها باند لايك او لايكينويد رياكشن، وطبعا ممكن نلاقي فيها فاريبل نمبر اوف ايزينفيلز. في حاجه تانية ممكن نكون بنشوفها وبتعدي علينا اسمها فين جرافت سايد درماتايتس، للناس اللي بتعمل patients اللي بيعملوا coronary artery bypass اللي بيحصل لهم ايه؟ بيحصل لهم dermatitis في مكان السكار من السافينس فين دونر، في المكان اللي بيتاخد منه الجرافت للناس اللي بتعمل coronary artery bypass. تمام، فدي تبقى dermatitis معروفة بتحصل on top of these of this scar من stuffiness vein donor. ما فيهاش اي حاجة في الباثولوجي فرقة، هي spongiotic dermatitis عادية just نعرفها في الكلينيكال. في حاجة تانية برضو بتتصنف في spongiotic dermatitis وهي الجيانوتي كراستي سندروم او البابولر اكرو dermatitis of childhood. واحنا عارفين الجيانوتي كراستي سندروم ده cutaneous reaction لـ number of viral infection mainly زي اليوم ال HPV زي ال HAV ومجموعة كبيرة من الفيروسز. ممكن كمان يحصل نتيجة حاجات تانية زي المايكوبلازما واللايم وإيفن بعد الإيمونيزيشن. بيحصل إزاي؟ بيبقى acute onset of monomorphic، يعني إيه monomorphic؟ شبه بعض symmetrical flat topped papules أو papulo vesicles، ومن اسمه هو بيبقى اكرل. ممكن بيأثر على الفيس باتوكس اكستنسرز، بس typically الترانك بيبقى سبيرت. ممكن patient يبقى كمان معاه associated fever ولينف نود هيباتوسبلينو ميجل.
الباثولوجي نون سبيسيفيك سبونجوتيك ديرماتايتس عادية، ساعات ساعات بيحصل معايا لاكينايد باتم، ولكن اتس نون سبيسيفيك، يعني مش مهم نحفظ الباثولوجي، نعرف كلينيكال ككلينيكال ايتم ان جينوتي كروستي سندروم بيعتبر تحت الاسباب اللي بتعمل سبونجوتيك ديرماتايتس. طيب بترياسيس روزيا فيري فيري امبورتنت. طبعا بترياسيس روزيا انا مش متكلمه على كلينيكال لان الموضوع كبير، والكلينيكال طبعا الموضوع محتاج دراسه كبيره من مواضيع بابلو سكويمس الكبيره زي السرويسس. طبعا احنا عارفين ان هو بيجي الاول بهيرويد باتش، والهيرويد باتش بعد كده بيحصل سكندري راش، ونشوف الباثولوجي على طول. الباثولوجي اول حاجه بتميزه ان هو اولا طبعا هو سبونجوتيك درماتيتس، ولو نفتكر هو كان بيدخل كمان في الديفرنشال دايجنوزز اوف سورايسي فورم رياكشن، لانه كان بيبقى فيه اكانثوزز ريجولر اكانثوزز، فده اول معلومه عليه. المفروض لو احنا كنا شفنا محاضرات السورايسز او مذاكرين السورايسز وسورايسي فورم رياكشنز نبقى فاكرين ان احنا من اول حاجه ده تحت السبونجوتيك درماتيتس، وتاني حاجه هو اوريدي داخل في ديفرنشال اوف سورايسز او سورايسي فورم رياكشنز. الحاجات بقى السبيسيفيك فيه، الحاجات السبيسيفيك فيه هي دي ان بيحصل فيه باراكيراتوزس فوكل وانجيوليتد، بنسميه تي بوتليت ساين، زي الغطا بتاع التي بوت بتاع البراد بتاع الشاي اسمه تي بوتليت ساين. تحتي بيبقى فيه هايبوغرانيلوزز في نفس الحته اللي تحت الباراكيراتوزس، وبنسمي الحته دي لينس شيبت، لينس شيبت هايبوغرانيلوزز. يبقى هنا تي بوت ساين، التي بوتليت ساين اللي هي فوكال وانجوليتد بارا كيراتوزز، وتحتيها بيبقى فيه الهايبوغرانيلوزز. حاجه مهمه جدا وباينه هنا النقط الحمراء الكبيره دي، النقط الحمراء الكبيره دي عباره عن ايه؟ عباره عن ار بي سيز اكسترا فازيشن. اهي دي من الامراض اللي بقى ايه، مش مجرد اقول لكم البتريز الروزية ايه الباثولوجي بتاعتها تقول لي اصل دي سبونجوتيك درماتيتس اوكي ماشي، لا دي حاجات فيها بقى، دي من الحاجات اللي فيها حاجات سبيسيفيك، مش مجرد سبونجوتيك درماتيتس ونقف، لا دي سبونجوتيك درماتيتس اه لعيني وعلى راسي، سوريسي فورم درماتيتس اوكي، لكن دي فيها حاجات سبيسيفيك، موضوع الانجيوليتد باراكيراتوزز، موضوع الهايبوجرانيولوز تحديد ار بي سيز اكسترا فازيشن. تمام. طبعا بيبقى فيه انفلترس سوبرفيشال بريفاسكولار لينفوسيتك انفلترت، الار بي سيز اكسترا فازيشن واضح هنا. تمام. في تشينجز تانية ممكن يحصل، ديسكراتوتك سيلز ممكن يحصل، انترا ابيديرما سايتويد بوديز ما يمكن مش واضحة هنا في الفيلد قوي، ولكن ممكن بتحصل في بعض الحالات، وممكن يحصل سكاترد ازينفلز. تمام. لكن التشينجز اللي قبل كده هي اللي مور امبورتنت، اللي هما الار بي سيز اكسترافازيشن والفوكال باراكيراتوزز والهايبوغرانيلوزز اللي تحت. ادي الكلينيكال بتاع اوفال باتش، وفيها طبعا بريفيرد سكيلينج بتاع البروتياز روزيه، وهنا عندنا فوكال باراكيراتوزز و superficial infiltrate superficial prevascular infiltrate وال RBCs extra position واضحة هنا. ادي الفوكال باراكيراتوزز. طبعا هتقولي طب فين اللينس شيبد وفين التي بوتليت ساين، هي اللي فاتت الحاله اللي فاتت كانت تيبيكال، لكن مش لازم الاقي التي بوتليت ساين، لكن لازم الاقي الفوكال باراكيراتوز. ال RBCs extra position هنا واضح جدا جدا جدا. الديفرنشال دايجنوستيك بتريز روزيه من الحاجات المهمه جدا، اول حاجه الجاتيت سورايسس. جاتيت سورايسس طبعا بيدخل في الديفرنشال دايجنوستيك، احنا طبعا قلنا السورايسس اصلا بصفه عامه بيدخل في الديفرنشال دايجنوستيك عشان السورايسي فورم رياكشن، وبيدخل طبعا عشان ايه، وجود الباراكيراتوزز، وجود هايبوغرانيلوزز، دي من الحاجات طبعا اللي بتدخله. البتريازز روزيا لايك اربشن اللي هي بتحصل نتيجة الدروب،
اللي هي بتريازي فورم دراج رياكشن يعني، وهتلاقي مجموعه كبيره من الدراجز زي باربيتوريز، كيتوتايفنز، ادويه ضغط زي كابتوتريل، ايزوتريتينوين على فكره ممكن يعمل من الحاجات اللي احنا بنستخدمها، الميترينجازول اللي هو الفلاجيل ممكن يعمل، ادويه من انتي ليبيديميكس ممكن تعمل، فممكن يحصل دراج رياكشن شبه الروزيه. ممكن يدخل في الديفرنشال بتاعنا الاكيوت والسب اكيوت اكزيما نتيجه ان احنا بنقول ان هي سبونجيتك درماتايتس، فممكن ناس تقول طب وليه دي مش اكزيما عاديه. البتريازيس لايكينويز كرونيك من الحاجات اللي بتدخل في الديفرنشال كلينيكال كتير وبتدخل في الديفرنشال باثولوجي كتير. الموربيلي فورم دراج ايرابشن فايرال رياكشن الفايرال بيدخلوا كتير جدا سواء كلينيكال او باثولوجي. والريسيما انيلار سنتريفيوجم سوبرفيشال تايب بيدخل في الديفرنشال، والدرماتوفايت انفكشن برضه بيدخل في الديفرنشال كلينيكال وباثولوجي نتيجه البريفيرال سكيلينج اللي موجود. الجاتيت سورايسس طبعا بنبقى نخلي بالنا ان بيبقى فيه نيوتروفيلز وزين الباراكيراتوتيك ماونز. البيتريز لايك ايربشن طبعا بيبقى فيه هيستوري، ده غير ان بيبقى فيه زينوفيلز اكتر. الدرماتايتس بيبقى السبونجوزز اكتر والباراكيراتوز بيبقى مور ديفيوز. البيتريز لايك كينوكس كرونيكا دي تصنف اكتر تبع الانترفيس درماتايتس. صحيح احنا قلنا ان في الروزيه ممكن الاقي ديسكريبتك سيلز وممكن الاقي سايتويد بايتس عادي، ولكن ميلي رياكشن سبونجوتيك مور ذان ان هو اقدر اقول عليه انترفيس. لكن البتريز لاكينوس كرونيكا اتس مور انترفيس ذان سبونجوتيك، يعني برضو لما هنروح نتكلم على البتريز لاكينوس كرونيكا هنلاقي ان هو فيه شويه سبونجوزز ولكنه يميل للانترفيس اكتر. الموربيلي فورم دراج ايربشنز من الحاجات اللي بيبقى الانفلاميشن بتاعها قليل والإبيدرمال ألتريشنز بتاعتها قليلة. الريسيما أنيولار سنتريفيوجم طبعا ها بتبقى تفرقة كلينيكال السوبرفيشال تايب بتاعها بيبقى تفرقة بالكلينيكال أكتر. والدرماتوفايت انفكشن طبعا من الحالات دي بيفضل إن أنا لازم أعمل بي اس ستين عشان أتأكد إن دي مش درماتوفايت انفكشن. هنقول انتيتي تانية اسمها جوفونايل بلانتر درماتوزز. جوفونايل بلانتر درماتوز دي بتحصل في الناس البيوبرتال بيوبرتال بسكيلي بالمز وسولز. بيحصل النورمال ابيدرمال باترن بيحصل له لوس ويحصل شايني ريد ابيرنس ويز فيشرينج في الفورال اسبيكت اوف ذا جريت توز والبول اوف ذا فوت. بيكون البيشنتس دول عندهم فاميلي هيستوري اوف اتوبي وممكن الموضوع بيستمر معاهم من شهور لسنين. ممكن يحصل لهم كرونيك اكزيما اوف ذا هاندز ليتر ان لايف. الباثولوجي سبونجيتك درماتايتس لكن ساعات بيبقى عندهم ليمفوسيتك انفلتريشن حوالين دي ايه دي اكراين داكت حوالين الاكراين داكت. اوكي طبعا معلش هستأذنكم اللي مش عارف فرق الاكراين داكت من الاكراين جلانس والحاجات الهيستولوجي، الكلام ده مشروح في المحاضرات الاولانيه بتاعه البيزك درماتوباثولوجي كورس، فانا مش بشرح الحاجات دي بالتفصيل في الكورس الادفانسد عشان بس الكورس ده فيه معلومات كتير فمش هقدر اشرح كل المعلومات البيزك، فالمعلومات البيزك كلها ان شاء الله هتلاقوها في الكورس البيزك. طيب برضو من المهم ان البيشنت زي اللي فات ده ممكن يدخل في الديفرنشال بتاعي فانجل انفكشن، فمهم اللي انا اعمل بي اس 10 تو اكسكلود فانجل انفكشن. من الحاجات اللي بتعمل سبونجوتيك درماتايتس برضو الملياريا، والملياريا اللي هي سويت راش طبعا عارفين اللي احنا عندنا ملياريا كريستالينا وملياريا روبرا وباستيلوزا وبروفاند. الكريستالينا نتيجة obstruction بيحصل عند level of stratum corneum ودي بتؤدي إلى small وclear vesicles. طيب لكن لو الأوبستراكشن حصل عند البريكل سيل لاير
دي هتؤدي إلى بابيولز وفيزيكلز. لو الأوبستراكشن حصل في الليفل أوف ذا ديرمس، في الليفل أوف ذا سويت داكس أت ديرمس، هتعمل بابيولز ونيديولز. الباستيولوزا هي زي الكريستالينا والروبرا، بس بيحصل مش بس فيزيكلز وبابيولز، بيحصل عليهم كمان باستيولز. دي طبعا كريستالينا ودي ايه، دي روبرا. طيب الباثولوجي بتاعها هنا، فطبعا ده سبونجيتال ديرماتايتس، بس دي في حاجات سبيسيفيك بقى. الكريستالينا بيبقى فيها سب كورنيال فيزيكل كونتيننج فيو نيوتروفيلز سنترد ابون ذا انترا ابيدرمال اكراين سويت داكت. احنا لازم نبقى فاهمين الباثوفيسيولوجي اللي حاصل عشان نبقى فاهمين الباثولوجي اللي حاصل هيحصل. الاوبستراكشن هيحصل at the intra-epidermal eccrine sweat duct عند الليفل بتاعة الستراتوم كورنيوم، فهيحصل في الحتة دي intra. هي يمكن الصورة دي مش واضحة قوي، أو الصورة دي موضحة الطيب التاني، موضحة الروبرا. فهيحصل، هنتخيل هي الصورة دي بتوضح الروبرا، هيحصل في المنطقة دي، هيحصل هنا ايه؟ subcorneal vesicle، والفيزيكل تجمع few neutrophils. ليه بقول few؟ لانها لو neutrophils كتيرة هتبقى pustulosa. طيب لو الكولكشن بقى حصل جوه في البريكل سيلير زي الصورة دي، ادي شايفين اللي في النص دي ايه يا جماعة؟ اللي في النص دي هي الايه؟ هي ايه؟ هي الاكروسيرينجم، هي الانترا ابيدرمال ترانسويت داكت. حواليها ابتدى يحصل سبونجوزس، او والسبونجوز بيفك قوي اهو، ممكن يعمل سبونجوتيك فيسيكل. دي اللي هتعمل الملياريا روبرا، ولو اتملت بقى نيوتروفيلز هتبقى اسمها ملياريا باستيولوزا. اهي واضحه هنا اكتر، ادي الداكت وادي السبونجوزز اللي حواليها، دي الملياريا روبرا. قلنا الباستيولوزا زي اللي فوق، بس هنزود عليهم ايه؟ مش هيبقى بقى انترا ايبيديرما وساب كورنيال فيزيكال بس، لا ده هيبقى باستيول، هيبقى فيها نيوتروفيلز. البروفوندا الاسبونجوز هيبقى موجود في الديرمال بورشن بتاع الايه؟ بتاع الاكراين داكتس، وهيبقى فيه ديرمال انفلاميشن قريب من الداكت. فالموضوع بسيط بتخيل الليفل اوف اوبستراكشن فيه. ادي هنا اكراين داكت، هنا هي سبونجوتيك فيزيكل حاصله، واضح ان دي كمان قلب باستيولوزا لان الانفلاميشن هنا عالي قوي. ادي هنا بدايه ملياريا كريستالينا لان هنا ساب كورنيال، وهنا ما ممكن ملياريا تبقى كذا نوع مع بعض، يعني هنا كريستالينا وفي نفس الوقت البيشنت عنده كريستالينا وعنده روبرا، لان هنا ليفل بتاع الستراتوم كورنيوم، وهنا الليفل بتاع الانترا ايبيديرمال او بتاع التريكل سيل لاير، فهنا ملياريا روبرا. يبقى لو جمعناهم في جدول كده حسب الليفل اوف اوبستراكشن، الميراليا كريستالينا في الستراتوم كورنيوم، الروبرا في التريكل سيل لاير، انا اسفه الثالثه هي البروفوندا، في الديرمال سويت داكت. الكلينيكال الكريستالينا في بتبقى كلير وسمول فيزيكلز، الروبرا بتبقى ريسيميتس بابيولز فيزيكلز، والبروفوندا بتبقى بابيولز ونيديولز. الباثولوجي في كريستالينا بيبقى ساب كورنيال فيزيكل، الروبرا بتبقى انترا ابيديرمال فيزيكلز، والبروفوندا بيبقى فيها سبونجوزز اوف ذا ديرمال داكت وديرمال انفلاميشن. في زي الملياريا اللي بتحصل في الإكراين داكتس، في عندي حاجة اسمها أبوكراين ملياريا أو فوكس فوردايز ديزيز. والفوكس فوردايز ديزيز من الاسم التاني بتاعه اللي هو الأبوكراين ملياريا، هو معناها إن هيحصل أوبستراكشن في الأبوكراين داكتس. بيحصل كرونيك بابيول إرابشن أسوشيت ويز بروريتس، فين بقى؟ في الأماكن اللي فيها أبوكراين سويت جلانس زي الأكزيلي، بيبك أريا، فالفا، ليبيا، فالفر ليبيا، برينيوم واريولا. بيبقى البابيول ديسكريت فيرم فلاش كولر او بيجمنتد، وممكن يبقى معاها اسوشيتد هير لوس. هي سبونجوتيك درماتايتس بس بيبقى معاها شويه حاجات سبيسيفيك. اول حاجه بيبقى فيها فوليكولر بلاجنج، شويه انترفيس درماتايتس عند ليفل اوف ذا فوليكل، شوية ديسكيراتوزس،
حوالين الفوليكل بيبقى فيه فومي هيستيوسايتس، بيبقى فيه دايلاتيشن اوف ذا ابوكراين جلانز. عايزين نتخيل ان هو الجزء الكيراتينس obstruction اللي بيحصل ده هو بيعمل obstruction، يعني الكيراتين اللي موجود جوه الفوليكولر انفانديبولم ده بيعمل obstruction للفلو بتاع الابوكراين سيكريشن، فممكن يعمل انترا فوليكولر فيزيكل. ممكن الاقي كمان انترا فوليكولر فيزيكل، يمكن مش واضحه في الصوره او مش موجوده في الصوره، في شويه سبونجوزز، لكن ممكن كمان يبقى فيه انترا فوليكولر فيزيكل. يبقى نقولهم تاني: follicular plugging, interphase dermatitis, perifollicular foamy cells, apocrine gland dilatation، وممكن يحصل intrafollicular كمان sweat retention physical. ادي فوكس فور دايس ديزيز تانية، ادي follicular dilatation و plugging، وهنا في discratosis في الهير follicle، وحواليها هنا ايه؟ حواليها هنا الدكت بتاعت الأبوكراين دكت، وحواليها زي فايبروزس. هنلاقي هنا السيلز فوم سيلز حوالين الأبوكراين دكت، وهنلاقي هنا الأبوكراين دكت الطبيعية، وفي هنا في أبوكراين دكت كبيرة دايليتد أبوكراين دكت. من الأسباب التانية اللي بتعمل سبونجاتيك درماتيتس حاجة اسمها سوديفرس جروفر ديزيز. سوديفرس يعني ليها علاقة بالسويتنج. يعني الاسم التاني هو اسمه Transient Aconcellatic Dermatosis، هو Grover Disease اسمه التاني Transient Aconcellatic Dermatosis، وعشان كلمة Sudiferous دي هنقول With Prominent Ecrine Duct Involvement، يعني مدام هو نتيجة السويتنج أو ليه علاقة بقصة ال Sweat Ducts، فبنقول With Prominent Ecrine Ductal Involvement. ال patients بتوع Grover disease دايما بيبقوا reported أو usually بيبقوا reported in relation to sweating في bedridden patients، في febrile patients، بيحصل في الباك في الترونك. بيبقى في typical features of Grover disease، بس ال type ده بيبقى المميز ليه إنه بيحصل acantholysis the superficial part بتاع ال ecrine duct. ف هنشوفه كده الاسبونجوزز اللي بيحصل والاكانسولوسز والديسكيراتوزز اللي بيحصل. هو بيحصل طبعا سبونجوتك ديزيز، عشان كده احنا حاطينه تحت الاسبونجوتك ديزيز. بيحصل في الاكراين داكت الانترا ايبيدرمال او الاكرو سيرينجيم. ما هو انترا ايبيدرمال اكراين داكت يعني اكرو سيرينجيم، في الاكرو سيرينجيال سيلز وفي الكيراتينوسايتس اللي حواليها بيحصل فيها سبونجوزز. وادي شكله الكلينيكال in the form of numerous discrete erythematous tiny papules، زي ما قلنا ممكن بيجي على الابدومين وعلى الباك. عندنا two items كمان، مش كل الكتب بيبقوا بيذكروها، بس من الحاجات المهمة نعرفها حاجة اسمها papular dermatitis أو subacute prurigo. دي مختلفة عن prurigo nodularis. Subacute prurigo دي adult with refractory pruritic papules، على فكرة بنشوفها كتير، اللي هم الناس اللي هم يقولك أنا بهرش حبوب صغيرة تطلع في جسمي أو ما بتبقاش طالعة، وأنا بهرش وبتطلع الحبوب دي، موجودة على trunk or pelvis proximal extremities. مش معروف الإتيولوجي، بس الناس دول بيبقى عندهم استعداد أتوبيك شوية. الباثولوجي نون سبيسيفيك، بس بيبقى الديرمس بيبقى فيه لينفوسايتس وايزينوفيلز، يعني مش ممكن طبعا يبقى فيه شويه سبونجوزز او سبونجوتيك درماتايتس، بس الديرمس بيبقى فيه لينفوسايتس وايزينوفيلز. ادي ايزينوفيلز. في تيرم تاني اسمه ارتيكاريال درماتايتس، والارتيكاريال درماتايتس ده بيبقى عباره عن بروريتيك ارتيكاريال، يعني اسمه هو جامع ما بين حاجتين. Articarial يعني حاجة ليها استعداد ان هي تعمل حاجة شبه الويل، او حاجة تعمل حاجة ليها استعداد ان هي تبقى more edematous، تعمل حاجة تكون ليها تكون شكلها edematous. Eczematous plaques rather than only papules، بتطلع في شكل plaques اكتر زي ما احنا شايفين كده.
بس الباثولوجي بتاعها بيبقى زي البابيولار ديرماتايتس، في الاغلب ما بيبقاش فيها ابيديرما تشينجز قوي، ممكن يبقى فيها شويه سبونجيتال ديرماتايتس، بس مينلي بتبقى ليمفوسيتك انفلترت معاها ايزينوفيلز، وهما الاثنين بيتحطوا تحت طبعا السبونجيتك ديرماتايتس. معلش طولنا في المحاضره وقلنا انتس كتيره، بس هنلاحظ ان في انتس كتيره انا قلت لكم ان هي جاست سبونجيتك ديرماتايتس ما فيهاش حاجه سبيسيفيك، وبالتالي احنا جاست مجرد لو عرفناها كلينيكال خلاص هنعرف بس ان هي سبونجيتك ديرماتايتس، مش مهم نحفظ عليها اي حاجه، ولكن في انتس تانية لازم نحفظها. فتراب اب كده القصه بتاعت المحاضرتين بتاعت النهارده وبتاعت المره اللي فاتت. لما اجي اتعامل مع حاله سبونجيتك ديرماتايتس، قلنا سبونجيتك ديرماتايتس according to the stage and according to the type. according to the stage هل هو acute؟ قلنا الاكيوت بيبقى فيه باسكت ويف stratum corneum وبيبقى فيه intraepidermal vesiculation وبيبقى مفيش فيه acanthosis. يجي في الصاب أكيوت يحصل شوية أكنسوزز ويحصل باريكيراتوزز ويحصل مايلد سبونجوزز، وبعدين في الكرونيك درماتيتس يحصل سورايسي فورم إبيدرما هايبربليزيا أكتر من التلاتة اللي فاتوا، وبعدين يحصل هايبركيراتوزز ويحصل هايبرجرانيلوزز، ويحصل كمان معاهم إيه، ويحصل معاهم إن سبونجوز بيبقى مينيمال هنا أو مفيش، ويحصل معاهم فايبروزز ومجمعينهم برضو هنا في السلايد دي عشان نجمعهم تاني، الأكيوت درماتيتس وصاب أكيوت درماتيتس والكرونيك درماتيتس. طيب اللكتشر اللي فاتت قلنا بقى الكلام ده، سيبريك درماتيتس بتكون فيها ايه؟ بيكون فيها عند الهير فوليكلز بيبقى فيها باراكيراتوزس، وبيبقى فيها نيوتروفيليك اكسوسايتوزس، وطبعا هي تعتبر نوع من انواع السورايسي فورم درماتيتس، وبتدخل في السورايسي فورم درماتيتس وممكن بيبقى معاها ييست. الاريتنت كوندك درماتيتس بيبقى معاها كراستس، ممكن بيبقى معاها نيكروتيك كيراتينوسايتس ومعاها نيوتروفيلز. الالرجيك كوندك درماتيتس ممكن بيبقى معاها لانجر هاند سيل intraepidermal vesicle ومعاها eosinophils. السيستميك كونتاكت درماتيتس قلنا ممكن تبقى سبونجيتك درماتيتس عاديه، ولكن بيزيد عليها ان ممكن يكون معاها كمان ايه، يكون معاها انترفيس درماتيتس او زي الاي ام لايك بيكتشر او فاسكولايتس. اللايكن سامبلز كرونيكس المهم اللي احنا نعرفه طبعا غير الهايبر كيراتوزز والهايبر جرانيولوزز والسورايسي فورم درماتيتس ان هو بيحصل فايبروزس وبيحصل vertically oriented blood vessels في الدرمال بابيلي. النوجيا برايجو قلنا النوجيا برايجو ده بنعتبره زي اللايكن سامبلس كرونيكس، ولكن بيفرق عنه ان هو دوم شيب ليجن وان هو بيبقى فيه سودو ابسيليوميتس هايبربليزيا. ادي كلام تاني متجمع هنا نفس الكلام اللي احنا قلناه في السلايد اللي فاتت. المحاضرة بتاعت النهاردة هنقول الحاجات بتاعت الأمراض السبيسيفيك اللي احنا قلنا لازم نعرفها، البتريز روزية، الباراكيراتوزس، الأنجيوليتد باراكيراتوزس اللي بيحصل فوكل، واللينس شيب هايبوغرانيلوزس، والأربسيز إكسترافازيشن، ما ننساش طبعا ان هي نوع من انواع سورايسي فورم درماتيتس. ستيز درماتيتس لوبيو بيرفريشن اوف نيو بلاد فيسل فورميشن فايبروزز واربسيز اكسترافازيشن وهيموسيدرين بلازما سيلز. اكتينيك برايجو بيبقى فيه لايكينويد انفلتريت وبيجمنتري انكونتيننس وليمفويد فوليكلز. جوفينايل بلانتر درماتوزز بيبقى حوالين الاكراين داكتس بيبقى فيه ليمفوسيتك انفلتريت. الملياريا بيبقى فيها يعني according to the level of obstruction
بيبقى فيها فيزيكيوليشن ات ذا ليفل اوف اوبستراكشن سواء سب كورنيال او انترا كورنيال فيزيكيوليشن. الفوكسفورد رايز بيبقى فيه فوليكولر بلاجينج وفاكولر درماتيتس وبيري فوليكولر فوم سيلز ودايليتد ابوكراين جلانس. الجروفر ديزيز اللي هو سوديفروس تايب بيبقى فيه اكانسولوسز وديسكراتوزز للاكراين الانترا ايبيديرمال اكراين داكت او الاكروسيرينجم وبيبقى حواليه سبونجوزز في الكاراتينوسايتس. البابيلر درماتيتس بتبقى هي والارتيكاجيال درماتيتس بتبقى سبونجوتيك درماتيتس والدرمس بيكون حواليه lymphocytes, perivascular, lymphocytic infiltrate, reach in eosinophils. نفس الكلام ده مجمعينه في السلايد دي بالكتابة عشان يبقى الكلام بس مش قايلينه بس مكتوب كمان قصاد حضرتك. كده احنا خلصنا ودي السورسز بتاعتنا زي ما احنا متفقين مع بعض. احنا كده الحمد لله خلصنا سوريسيفورم درماتيتس وخلصنا السبونجوتيك درماتيتس. المرة القادمة بإذن الله هنتكلم عن الباستور درماتيتس. شكرا جزيلا وألقاكم بإذن الله المحاضرة القادمة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.